تشهد محافظة دير الزور تحسنا طفيفا في واقع التغذية الكهربائية بعد أن أنهت ورشات المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أعمال استبدال وتكبير استطاعة محولات كهربائية من 20 إلى 30 ميجا في محطة تحويل التيم والميادين 20 على 66 كيفي ووضعها بالخدمة بكلفة 14 مليار ليرة سورية. قمنا الآن باستبدال محولتين في محطة تحويل التيم ومحطة تحويل الميادين 66 على 20 كيلو فولت من استطاعة 20 ميجا إلى استطاعة 30 ميجا أي بزيادة 10 ميجا. طبعا هذه الزيادة لها أهمية كبرى وهي أولا تخفف من اختناق الأحمال الكهربائية لمدينة الميادين والعشارة والأرياف التابعة لها وكذلك مدينة جزء من مدينة دير الزور. قامت ورشات دائرة تشغيل دير الزور بالتعاون والتنسيق مع ورشات مديرية التنفيذ في المؤسسة العامة بإبدال المحولة الموجودة في محطة تحويل التيم من 20 ميجا إلى 30 ميجا. الهدف من ذلك الحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية واستقرار الشبكة. استبدال وتكبير استطاعة محولة الكهربائية سينعكس بصورة إيجابية على واقع التغذية الكهربائية في المناطق التي تعتمد وتتغذى من محطة التيم والميادين شرق دير الزور. تم تغيير المحولة الخاصة بمحطة تحويل 66 من 20 ميجا إلى 30 ميجا وهي حاليا ضمن استثمار منشأة التيم. خط منشأة التيم تغذي عدة خطوط منها خط الميادين وخطوط داخلية ضمن دير الزور فهمت علي وخطوط ال 66. احنا قاعد نبدل محاولة 66 20 طبعا من 20 ميجا ل 30 ميجا وهي يعني تسهم بزيادة الوثوقية للشبكة الكهربائية. ورشاتنا قاعد تشتغل بأيام العطل وقاعد تشتغل فترات طويلة يعني هاي أيام العطل كلياتها احنا ما وقفنا كلياتها وانجزنا العمل من قاعد نشتغل من الصبح للمساء. رفع استطاعة المحولتين يسهم في زيادة كهرباء الشبكة والحفاظ على استقرارها والاستفادة بشكل أكبر من كميات الكهرباء الواصلة إلى المحافظة عبر منع الاختناقات وتجنب التقنين القسري الناجم عن زيادة الأحمال على المحولات. كل ذلك سيسهم بتحسين الكهرباء بصورة كبيرة سيلحظها المواطنون خلال الفترة المقبلة بحسب وصف المعنيين.